لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبوا إلى بلادهم أو إلى بلد آخر. فأنتم السبب في بقاء هؤلاء المهاجرين في المدينة المنورة. لو أنتم لا تنفقون عليهم فهؤلاء يتركون الرسول صلى الله عليه وسلم. قالنا عبد الله بن أبي بن سلول أن المهاجرين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الإنفاق، وظن أنهم إذا يوقفون الإنفاق فالمهاجرون يذهبون والله لا يرزقهم، وهذا كان خطرهم، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. فهو تكلم بهذا الكلام. وكان زيد بن الأرقم رضي الله عنه رجلا كان شابا وقوي الإيمان، وكان يسمع هذا الكلام، فهو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال عبد الله بن أبي بن سلول، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام لعلك غضبت عليه فقلت ما قلت، يعني لعلك تقول هذا الكلام على عبد الله بن أبي بن سلول لأنك غضبت عليه. قال: لا يا رسول الله، سمعته يقول هذا الكلام. قال: لعله أخطأ صمتك، لعله أخطأ سمعك. قال: لا يا رسول الله، سمعته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم طلب عبد الله بن أبي بن سلول وسأله، فهو حلف بالله تعالى أنه لم يقل هذا الكلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله بن أبي بن سلول وكذب زيد بن الأرقم رضي الله عنه، ودخل في قلبه حزن شديد. وكان هذا سبب لنزول سورة المنافقون. سورة المنافقون نزلت بسبب تصديق زيد بن الأرقم رضي الله عنه وتكذيب عبد الله بن أبي بن سلول. فأنزل الله تعالى هذه السورة إلى قوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز من الأذل. ثم قال زيد قال عبد الله بن أبي بن سلول، يعني بعدما قال هذا الكلام: لا تنفق على من عند رسول الله، قال: لئن رجعنا إلى المدينة، الآن نحن في غزوة القريشي في غزوة بني المسلم، لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز، أراد بالأعز نفسه، قال: أنا أعز، ونخرج الأذل، وأراد بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ إليه هذا الخبر ونزلت هذه الآيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن ينطلقوا من هناك، فجاء قسيد بن حضير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما السبب في الارتحال في هذا الوقت؟ ما كنت تأمرنا بالارتحال في مثل هذا الوقت؟ فقال: ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: ما بلغني شيء. قال: إنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان من الأوس، قال: يا رسول الله، أنت والله الأعز، وإن شئت أن تخرجهم من المدينة فأنت تخرجهم فهو الأدل، أنت تخرجهم فهو الأدل. ثم هذا الكلام بلغ إلى عبد الله رضي الله عنه ابن عبد الله بن أبي بن سلول، كان لي عبد الله بن أبي بن سلول ابن اسمه أيضا عبد الله وهو صحابي. فلما بلغ هذا الخبر إلى عبد الله رضي الله عنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فإذا كنت تأمر واحدا فمرني أنا آتيك برأسه، لكن أنا لا أستطيع أن أتحمل واحد يقتل أبي ويأتي برأسه، أنا بنفسي أقتله لأنه منافق ورئيس المنافقين، أنا أقتله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا، نحن نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، فإذا بقي معنا في الظاهر نحن نحسن صحبته. ثم وصل هذا الصحابي عند دخول المدينة المنورة ووقف هناك عبد الله رضي الله عنه، وكان ينتظر مجيء أبيه. عندما وصل أبوه عبد الله بن أبي بن سلول أوقفه، قال: لا تدخل المدينة حتى تقول أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز، وما تركه حتى يقول هذا الكلام. قال هذا الكلام وقال: الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنا الأدل. فلما قال هذا الكلام تركه عبد الله رضي الله عنه، يعني ابنه، حتى يدخل المدينة المنورة. وهذا هو الإيمان، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وهكذا الله سبحانه ذكر للذين يفضلون الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة على أمر الله وعلى الجهاد فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يفضل الله ورسوله على سائر الأشياء، وأمر الله الجهاد في سبيل الله على سائر الأشياء.
فذكر الله سبحانه وتعالى هنا المنافقين وأحوالهم، وقد ثبت في الحديث بعض علامات المنافقين. جاء في الحديث: إن للمنافقين علامات يعرفون بها، إن للمنافقين علامات يعرفون بها، تحيتهم لعنة، تحيتهم لعنة. المسلم تحيته السلام عليكم ورحمة الله، أما المنافقون فتحيتهم لعنة، تحيتهم لعنة. طعامهم نهبة، طعامهم نهبة، يعني هم يأكلون بعد الانتهاء، ينتهبون من الناس، يخسبون الأموال، يخسبون من الناس ويأكلون، طعامهم نهبة. وغنيمتهم غلول، غنيمتهم غلول، يعني هم يخونون الناس في أموالهم ويغلون الأموال، يأخذون أموال الناس خيانة ويجعلون هذا المال غنيمة لهم. المسلمون يتحصلون على الغنيمة بعد القتال، وهؤلاء يخونون الناس ويتحصلون على أموالهم ويعدون هذا المال غنيمة لهم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقربون المساجد إلا هجرة، لا يقربون المساجد إلا هجرة، يعني هؤلاء لا يأتون للمساجد. هجرة بمعنى تركة، هؤلاء لا يقربون المساجد إلا هجرة، بمعنى يعرضون على المساجد، لا يأتون إلى المساجد، لا يأتون إلى المساجد، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، يعني لا يأتون للصلاة، يعني إذا اضطروا إلى أن يأتوا إلى الصلاة حتى يخفوا نفاقهم، فلا يأتون للصلاة إلا عندما يكون الإمام قريبا من الفراغ من الصلاة، عندما يكون الإمام في التشهد، الإمام يكون في التشهد قريبا من أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في ذلك الوقت يصلون إلى المسجد حتى لا يطول عليهم الصلاة ويصلون بسرعة. فهذه إذن من علامة المنافقين، لا يأتون الصلاة إلا دبرا. مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، مستكبرين عندهم تكبر، يتكبرون، لا يألفون، لا يحبون الناس، ولا يؤلفون، ولا يحبهم أحد، ولا يحبهم أحد. خشب بالليل وصخب بالنهار، خشب بالليل وصخب بالنهار. خشب بالليل يعني هم ينامون طول الليل لا يصلون صلاة التهجد، ينامون طول الليل لا يصلون صلاة التهجد، خشب بالليل. وصخب بالنهار، صخب بالنهار، في وقت النهار هم يصيحون ويضجون بالجدال، يعني يجادلون في وقت النهار، في وقت النهار يجادلون، وفي وقت الليل ينامون لا يصلون. فهذه علامات المنافقين، هذه علامات المنافقين. وكذلك جاء في الحديث آية المنافق الثلاث: إذا حلف كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا أعطاه أحد الأمانة فهو يقوم في هذه الأمانة. يقول الله سبحانه وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم الذين، المنافقون، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، المراد منهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن وافقه من أصحابه من المنافقين. هم الذين يقولون، هم المنافقون الذين يقولون للأنصار، يقولون للأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تنفقوا على من عند رسول الله، أي لا تنفق على المهاجرين الذين هم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر هنا كلمة رسول الله هو ذكره الله سبحانه وتعالى لإكرام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولعل هؤلاء المنافقين لم يستعملوا كلمة رسول الله، لأنهم لو آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما نافقوا ولا ما فعلوا هذه الأشياء، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا كلامهم مع إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، ولعلهم قالوا لا تنفقوا على من عند هذا الرجل، لا تنفقوا على من عند هذا الرجل، لأنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلهم قالوا هكذا لا تنفقوا على من عند هذا الرجل. الله سبحانه يقول إن المنافقين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على المهاجرين الذين هم في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، أي كي يتفرقوا عنه، كي ينصرفوا عنه، كي يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبوا إلى بلادهم أو إلى بلد آخر ليبتغوا الرزق، حتى ينفضوا، حتى يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظنوا أن الأنصار إذا لا ينفقون عليهم فالمهاجرون يتركون المدينة ويذهبون،
فهكذا بنى المنافقون، ولأجل ذلك منعوا الأنصار الخزرجيين من الإنفاق عليهم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين ليس لهم عقل، ليس لهم فقه وفهم، يظنون أن الرزق بيد الإنسان بيد المخلوق، بل الصحيح أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. لله خزائن السماوات والأرض، لله خزائن السماوات والأرض، فالرزق هو في تصرف الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، ولله خزائن السماوات والأرض، لله سبحانه وتعالى خزائن جميع السماوات والأرض، أي الأرزاق كلها في تصرف الله سبحانه وتعالى. ولكن المنافقين لا يفهمون، لا يفهمون هذا الشيء، بأن الرزق بيد الله تعالى في تصرف الله تعالى، فلأجل ذلك يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا. فلا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الذي يرزق المهاجرين، كما أنه يقدر على أن يرزق المهاجرين بواسطة الأنصار، هو قادر على أن يرزق المهاجرين بدون واسطتهم، الله قادر على ذلك. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. يقولون، يقول المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة، لئن عدنا من هذه القصوة، قصوة بني المستلق، قصوة المريسيع، لئن رجعنا من هذه إلى المدينة وعدنا إلى المدينة المنورة ليخرجن الأعز منها الأذل. ليخرجن الأعز منها، أي من المدينة المنورة، الأذل. لا، الأعز يقوم بإخراج الأذل، وأراد بالأعز نفسه وأصحابه، وأما بالأذل أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، العياذ بالله. وقلنا إنه سيد بن حضير رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنت الأعز والله وهو الأذل، فإن شئت أن تخرجه فأنت تخرجه، فهو الدليل. ليخرجن الأعز من الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. كما ذكر تعالى أن لله سبحانه وتعالى العزة، ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعز الرسول صلى الله عليه وسلم وأعز المؤمنين. فالعزة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يملكها، والله يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعز المؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم فأعزهم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يفضح المنافقين ففضحهم بإنزال هذه السورة. ولكن المنافقين لا يعلمون، لكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، لأجل ذلك هم منافقون وهم يتكلمون بكل هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ثم الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر ما يتعلق بالمنافقين، هو خاطب المؤمنين ونهاهم أن يشتغلوا بالأموال والأولاد إلى هذا الحد، حتى هذه الأشياء تشغلهم عن طاعة الله وعن عبادة الله تعالى وعن ذكر الله تعالى وعن الصلاة والحج وغير ذلك. فقال: يا أيها المؤمنون، لا تكونوا مثل المنافقين الذين شغلتهم الأولاد والأموال عن طاعة الله تعالى، فلا تكونوا أمثالهم، لا تكونوا أمثالهم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، أي لا تشغلكم أولادكم ولا أموالكم عن ذكر الله تعالى، عن طاعة الله وعن عبادة الله تعالى وعن جميع أنواع الذكر، جميع أنواع الذكر. ويدخل في أنواع الذكر الحج والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك من طاعة الله تعالى والتسبيح. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا، يقال ألهاه الشيء، بمعنى شغله عن شيء آخر، شغله. فلا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، أي لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. معناه أن الإنسان لا يستغرق باستعمال الأموال، ولا يكون مستغرقا في أحوال الأولاد حتى ينسى ذكر الله تعالى، حتى يترك طاعة الله تعالى وعبادته. وفيه الإشارة أن الإنسان هو يترك طاعة الله تعالى وعبادة الله تعالى بسبب أمرين رئيسيين، وأحدهما الأموال والآخر الأولاد. فعلى الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى في الأموال والأولاد. فالإنسان لا يشغله ماله عن طاعة الله، لا يحب المال إلى هذا الحد حتى لا يزكي، حتى لا يخرج الزكاة،
وحتى لا ينفق على الفقراء والمساكين، وهكذا لا يدخل في قلبه حب الأولاد إلى هذا الحد حتى أنه يكفر بالله تعالى لأجل الأولاد، أو هو يسرق الأموال لأجل الأولاد، يخون الناس لأجل الأولاد. فقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فأشار الله تعالى إلى أن الإنسان يعني إذا اشتغل بالأموال والأولاد إلى حد كبير فهذا يصرفه عن طاعة الله تعالى وعن عبادة الله تعالى. فعلى الإنسان أن يخاف الله تعالى في الأموال والأولاد، ويستعمل الأموال كما يأمره الله سبحانه وتعالى باستعماله، ويربي الأولاد كما يأمر الله سبحانه وتعالى بتربيتهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإنسان يحفظ نفسه أيضا من النار، وأولاده وأهله أيضا من النار. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك أي من يشتغل بالأموال والأولاد إلى هذا الحد حتى تشغله هذه الأشياء عن ذكر الله تعالى فأولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون لأنهم كاملوا الخسران، هم الكاملون في الخسران الذين خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالإنفاق من مال الله الذي أعطاهم، لأن هذا المال ينفعهم بعد الموت، ولكن الذي لا ينفق ماله في حياته عندما يحضره الموت، عندما يكون محتضر حضره الموت في ذلك الوقت لما يرى الملائكة ملك الموت، فبعد ذلك يطلب من الله تعالى التأخير، يطلب من الله تعالى الزيادة في حياته حتى ينفق ماله في سبيل الله تعالى وحتى يستعد للآخرة. ولكن الله سبحانه يقول إذا جاء الأجل فالله سبحانه وتعالى لا يؤخر الأجل. فقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أنفقوا مما رزقناكم من مال الله الذي أعطاكم الله سبحانه وتعالى، مما رزقناكم مما أعطيناكم من المال، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، قبل مجيء الموت. أنفقوا مالكم في سبيل الله تعالى وابتغوا مرضات الله بهذا المال قبل أن يأتيكم الموت، قبل حلول الموت، قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فعندما يأتيه الموت وهو لم ينفق ماله في سبيل الله تعالى فيقول في ذلك الوقت: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ربي أي يا ربي لولا، هلا أخرتني أمهلتني وأنذرتني إلى أجل قريب، إلى وقت قريب، لولا يعني زدت في عمري وأعطيتني مزيدا من العمر حتى أنا أنفق مالي في سبيلك يا الله، لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أمهلتني وأنظرتني إلى وقت قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولو أنت أخرتني إلى أجل قريب فأنا أقوم بالصدقة، أتصدق مالي في سبيلك يا الله وأكون من الصالحين وأصبح رجلا صالحا. ويقول الله سبحانه وتعالى: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. لأنه إذا جاء الموت فينتهي عمل الإنسان وبعد ذلك لا يستطيع أن يستفيد من عمله. ابن عباس رضي الله عنه مرة ذكر في المجلس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له مال يبلغه حج بيت الله أو تجب فيه الزكاة ثم لم يفعل طلب الرجعة عند الموت. طلب الرجعة يعني هو يريد الرجوع إلى الدنيا. فكان رجل جالس في مجلس ابن عباس الدار، قال: اتق الله يا ابن عباس، اتق الله يا ابن عباس، إنما يسأل الرجعة الكافر، إنما يسأل الرجعة الكافر، الكافر الكفار هم الذين يطلبون الرجوع إلى الدنيا، المؤمن لا يطلب الرجوع إلى الدنيا. فقال: أنا أقرأ عليك القرآن في ذلك. فقرأ عليهم هذه الآية: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. فقال: سيطلبون الرجوع والبقاء في الدنيا. فهذا هو قوله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وتكلم الصحابة رضي الله عنهم عن الزيادة في العمر، عن الزيادة في العمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، ولكن الزيادة في العمر أن يرزق الله تعالى عبدا ذرية صالحة يدعون له بعد الموت فيلحقه دعاؤه بعد الموت، يلحقه دعاؤهم بعد الموت. فهذه هي الزيادة في العمر، الزيادة في العمر أن يرزق الله تعالى الإنسان ذرية صالحة
أولادا صالحين يدعون له بعد موته، فيلحقه دعاؤهم بعد موته، فكأن هذه زيادة عمره، ويجد ذلك الإنسان يطلب من الله تعالى ذرية صالحة. فقالوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. أنفقوا جوابه فيقول، وهنا في جواب الأمر جاءت كلمة فاء، وإذا جاءت فاء في جواب الأمر أو النهي أو التمني فأن تكون مقدرة بعدها، يعني ذلك يقول منصوب هنا، فأن يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أخرتني فيه تمني، فيه تمني، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، هذه فاء جاءت في جواب التمني. جواب التمني في الحقيقة يكون ملزوما، في الحقيقة يكون ملزوما، لكن إذا دخلت عليها فاء على الجواب فاء فتكون أن مقدرة بعد فاء، لذلك هنا فأصدق، أصدق أصله أتصدق وهو منصوب هنا لأجل أن المقدرة بعد فاء، وهذه فاء جاءت في جواب التمني، في جواب التمني، لأن هذه تمني لولا أخرتني، هذا تمني لا يحصل له، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وأكون من الصالحين، أكون مجزوم لأنه عطف على محل الصدقة، ومحل الصدقة هو مجزوم لأنه جواب، جواب التمني، لولا فاء لكان مجزوما، لو ما دخلت فاء هنا على الصدقة لكانت الصدق، الصدق مجزوما، لكن بسبب فاء هنا جاءت أن مقدرة، وبسبب أن الصدقة منصوب. وأكن من الصالحين، أكن هو معطوف على محل الصدقة ومحله مجزوم، لأن ذلك أكن مجزوم هنا. فالصدقة أصله أتصدق، أتصدق، وكما مر بكم قاعدة الطهرة الثاقلة، الطهرة الثاقلة، فبقاعدة الطهرة والثاقلة أبنت تاء تفاعل بالصاد، إذا كانت فاء تفاعل أو تفاعل إحدى الحروف من 12 حرفا، تاء تاء جيم دال دال زاي سين شين صاد ضاد طا با، فإذا كان كانت فاء التفاعل أو تفاعل من هذه الحروف فيجوز إبدال تاء تفاعل بجنس الفاء، تاء تفاعل بجنس الفاء، فجنس فاء هنا صاد، فتاء تفاعل التصدقة هذه تاء تبدل بصاد، أصل صدقة، ثم يقع الاهتمام الصدقة، الصدقة وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ثم أعلن الله سبحانه وتعالى أن الموت له وقت معين ووقت مقرر، وإذا جاء الوقت وقت الموت فلا يتأخر الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لن يؤخر الله سبحانه وتعالى، ولن يمهل الله تعالى أحدا إذا جاء وقت موتها، ولن ينذر الله سبحانه وتعالى أحدا عندما يأتي وقت موتها، إذا جاء أجلها، إذا جاء وقت الموت، والله خبير بما تعملون، والله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالكم، يعلم أعمالكم الظاهرة والأعمال الباطنة كلها في علم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيجازيكم على هذه الأعمال، فعليكم أن تراقبوا الله تعالى في السر والعلانية، وعليكم أن تنفقوا مالكم قبل أن يأتي يوم أو قبل أن يأتي الموت، لا يقبل منكم الأعمال بعد ذلك. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وهكذا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم القيامة، فالإنسان ينفق ماله ويستعد للآخرة، فإذا جاء وقت الموت أو إذا قامت القيامة فالإنسان لا يستطيع أن يعود إلى الدنيا ولا يستطيع أن يقوم بالأعمال الصالحة بعد ذلك. فراقبوا الله تعالى في السر والعلانية، وخافوا الله سبحانه وتعالى، فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه.